معنا؟ شبكي متخانقة انت وحدة؟ ايه حبيبتي متخانقة انا وحالي شوي. انت وحالك ولا انت ويامن؟ ليش وين بدي اشوفه ليامن لحتى اتخانق انا وياه؟ يعني شو هالسؤال؟ لو قصدت تشوفي ما فيك تشوفي؟ اي لا حبيبتي، من وقت اللي كنا بالكافيتيريا اخر مرة لا شفته ولا سمعت صوته. لكن شبكي مكركبة، صاير شي بالجامعة؟ أماني، أنتي عم تمري لعنده على المحل؟ ما مريت لعنده غير هداك اليوم اللي اشتريت فيه الكندرة. متأكدة؟ جمانة أنت صاير شي لعقلك؟ لا حبيبتي، بس ما فيها شي عادي، عادي إذا مريتي لعنده، ما أنتي أخت حبيبته. طمني، لو مريت كنت قلتلك. يا ستي مرقتي وما قلتيلي، وقعدتوا تشربوا عصير وقعدتوا مع بعض وطق الحنك والضحك ما عجبني. وعلى فكرة كنت رح أسأله بدون ما قلك، وما بعرف ليش قلتلك أساسا. عم تشوفيك اليوم ما؟ لا بس اليوم. ليش رحتي لعنده؟ كنت مارقة بالسوق صدفة، شافني عزمني على عصير، هي هي كل القصة. وليش ما خبرتيني؟ خفت تتضايقي. يا سلام، وليش بدي اتضايق إذا مرقتي بالسوق صدفة ولا شافك صدفة؟ ما بعرف، أنا هيك حسبتها. لأنه نيتك عاطلة. أنا؟ ليكي أماني، أنا ما عاد عندي أي ثقة فيكي، ومن اليوم ورايح ما عاد تطلعي معي أي روحة وأي مشوار، وخاصة إذا كنت رايحة أشوفه. وإذا بدرى يا أماني إنك رحتي لعنده على المحل، رجليك التنتين لأكسرهم، فهمتي؟ أنت لساتك صغيرة وحكي الناس ما بيرحم. أنت مو مالك ثقة فيني، أنت مالك ثقة بحالك، ومو أنا اللي بتطلع على حبيب أختي الكبيرة. مو انا يا طالبه يا جامعيه. لا تكبري كلام ولا لك. شو هالبنت كسري لي رجلي فوق ما عم اروح معك وستر عليك؟ انا ما عم ساوي شيء غلط لحتى تستري علي. لك ليش عم تاخذيني معك؟ ليش ما بتقولي لامك وابوك انك عم تقابليه؟ بسيطه يا اماني، بسيطه. طمني حبيبتي، عن قريب رح اشوفه بعلم امك وابوكي. لا والله ما رح تفرحي بهذا اليوم. مبروك مبروك سلفا. كيفك يا أمي؟ أختي جمانة شافتنا اليوم قاعدين مع بعض. لا ترتمي بحضن الجشع والهام، لا تبني آمالك على أنام، لا ترتمي بحضن الجشع والهام، لا تبني آمالك على أنام. في حيوانات بصفوا هيك سياراتهم كأنه مسكرين عليها قصد. صعبة تطلع والله يا مازن. طيب نزار، إذا فتحنا هاي السيارة وحلينا فرامل الإيد ورجعناها لورا شو رأيك؟ والله يا مازن مو ملهم على هالقصة، خليها لبكرة أخي. إيه طالما إجينا وإجينا. اسمع مني، خليها لبكرة، خلينا نروح نشوف السيارة اللي جنب الحديقة. أخي أحسن شيء هيك نعمل. طيب شرفوا يلا. مالك نصيب اليوم. هيك هديك السيارة بي ام. هي سيارة هي عروس.
وفاء انت ما في داعي تنزل معنا، خليك عم تراقب من بعيد. ماشي، بس ديروا بالكم الشارع عام والسيارات رايحة جايها. ولا يهمك، رجع يلا. لا يشغل بالك، هذا كله بي. شو صار معك؟ لك ما عم تفتح معي. معصل جاي. يلا استعجلك شوي. طيب شوف الطريق انت، شوف. ولا يهمك يلا. دخيل قلبك انا فتحة مزول بقى. تحت بيت الشرطة، تخبي طبعا. تحت بيت الشرطة. خير، ليش وقفوا؟ ليش ممنوع؟ جاوب بعد السؤال. والله تجرت بالبيت، قلت لحالي بتفتل شوي. بس ماني شايفك عم تفتل. ايه تعبت من التفتي، قلت لحالي برتاح. انت هون ساكن بالمنطقة؟ لا. اعطيني ورقة السيارة وشهادة السواقة. يلا. تفضل. ما عاد نقدر ناخد السيارة. ليش بقى؟ طالما أخذوا ورق سيارة موفى، ما بنحسن ناخد سيارة من نفس الشارع، بكرة بيجيبوه. معقول. وعك تترك السيارة والمفاتيح فيها. معقول بعد ما انسرقت سيارة رفيقي؟ ايمتى انسرقت؟ يعني من شي شهر. ولقوها؟ طبعا لقوها بعد 3 أيام، بس شو؟ مشفاية على العظم. بس دير بالك سيارتك جديدة وممكن تغلي الحرامية. لا توصي حريص. يلا تأخر الوقت، إذا بدك تدوج دوج ببيتك. لك على راسي الحكومة. زين زين. لا تحكي معي. وينك مبارح واليوم الصبح؟ أنا مبارح الصبح كنت موجود واليوم الصبح كنت موجود. مو صحيح. أنا كنت عم راقبك من بعيد لبعيد بدون ما خليك تشوفيني منشان اطمن عليك. وبالعلامة مازن ما بين. وشو قصدك من هالحركة؟ بدي أشوف إذا كنت اشتقتي لي ولا لا. وليش لحتى اشتقلك؟ اصطفلي. عموما نادية،
انت ما عاد في خوف عليك من مازن. شو قصدك؟ قصدي انه مهمتي بحراستك انتهت. انتهت؟ وعلى اساسك تحرسني لاخر العمر؟ طبعا انا ما بتراجع عن كلمه قلتها. كيف وانت؟ انا كنت عم جربك لشوف اذا كنت نسيتي الكلام اللي قلت لك اياه ولا لا. يعني رح ضلني احرسك لاخر العمر. نادية تسمحي لي قلك اني انا بحبك. انت ممكن تحبيني؟ ما بعرف. لبين ما تعرفي انا ما بدي اياكي تفكري ابدا بالكلمه اللي قلت لك اياها، حتى ما تنشغلي عن دراستي، لانه لا سمح الله اذا ما اخذتي البكالوريا انا رح اعتبر حالي المسؤول. من هالناحيه اطمن، انا الدراسه اخذك العقلي كله بس قلبي لا، وعقلي وقلبي متفقين، يعني لا تخاف. أنا إلي طلب عندك بس مانك ملزمة أبداً إنك تنفذي. حابب شوفك برات هالشوارع، حابب أقعد معك حتى لو عالرصيف. قبل الفحص ولا بعده؟ مثل ما بدك. فكر وبكرة الصبح برد لك الجواب. حاضر. بس أنا ما بعرف شي عنك. اسألي السؤال اللي بدك اياه وانا بجاوبك عليه. مرحبا. اهلين عزيزة جمانة. شو يا من هون؟ هلا برجع تفضلي. لا بخاف يطول. لا حلو يجي شرفي انسى. اي مو حلوة استناه بالمحل، شو بدهم يقولوا عني؟ انا لازم شوفه اليوم. انا تأخرت وصار لازم نمشي. معجومانة ما بتقول تأخرت. يا ستي ما تأخرت وهي قاعدة للصبح. يعني غصبا عنك عشان ما ازعل. انت شو شايفة؟ شايفة انك بس بدك تمشي. طيب قلبك شو حاسك؟ يا من انا محتارة وما عم بعرف شو عم بيصير معي. الحب ما بيخبي حاله. يعني قصدك بتحبني؟ خايف قلك ايه تنصدمي، بس هذا مو معناته انك انت تحبيني كمان. بس انا بحبك. يعني انا بصراحة استلطفتك مو اكتر من هيك، ومع انه ما بحق لي لانه اختي جمانة بتحبك وانا بحبك. يا ستي بكفي انك استلطفتيني. ليش الاستلطاف شغلة قليلة؟ بس يمكن ما حبك. بجوز تحبيني؟ ما بقدر، طالما جمانة بتحبك أنا ما بقدر أحبك. طيب بدي أسألك سؤال، أنت ليش طلبتي تشوفيني اليوم برات المحل؟ لأني متوقع جمانة تزورك بالمحل، يعني حتى ما تشوفنا مع بعض. بس لهذا السبب؟ ما بعرف. لازم تعرفي مشان أعرف أنا كمان. طب أنت هلأ ما بتحبها لجمانة؟ بلا. معناته أنا بالنسبة لك صديقة وبس. خلينا أصدقاء. وأنت فينك تعتبريني صديقك وبس؟ مو قلت عني قوية؟ معناته بقدر سيطر على مشاعري. قصدك تلجمي مشاعرك؟ إيه، لأنه عيب نافس أختي على حبك، وأنت حبيت جمانة قبل ما تحبني. طيب إذا أنا وافقت نحن نكون صديقين منضل ما نشوف بعض؟ طبعا. ليش أنا بقدر ما أشوفك؟
معناته بدي شوفك كل يوم يا صديقتي. يا حبيبي. ما بقى اجي لهون الا والخاتم بايدي. وين انسى جمانه؟